زميلتنا العزيزة سارة حامد متواجدة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وهنتابع معاها كل الأخبار وكل المستجدات. سارة صباح الفل عليكي، سامعينك، اتفضلي. صباح الخير، طبعا برحب بيك يا كريم وبرحب بيك يا نهاوند وبكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد طبعا وحلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، وكالعادة طبعا بتمنى ان النهاردة يعني يكون يوم مليان بالتفاؤل وبالسعادة وبالخير على كل اللي بيتابعونا. وهكون طبعا معاكم في فقرتنا، فقرة أخبار النادي الأهلي من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. هاخدكم طبعا في جولة سريعة حول كل الأخبار والأمور المتعلقة بالنادي الأهلي وأكيد فرقه الرياضية. وطبعا خلينا نبتدي بأخبار الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة مستر بيتسو موسيماني. ويمكن يعني مستر بيتسو موسيماني قرر ان هو يمنح لاعبي نادي الاهلي راحه سلبيه طبعا لمده يوم 24 ساعه، وكانت الراحه دي امبارح، ده طبعا بعد يعني مباراه الاياب في الدور النصف النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا امام الترجي التونسي، وطبعا انتهت بفوز النادي الاهلي بثلاثيه نظيفه. يمكن طبعا كلنا شفنا يعني في مباراه الترجي بعد المباراه مباشره بدون راحه لاعبي النادي الاهلي اتمرنوا يوم ريحوا يوم، والنهارده ان شاء الله هيستنفوا تدريباتهم مره اخرى على ملعب مختار التتش. التجمع هيكون الساعه 4 والتدريب هيكون الساعه 5 طبعا استعدادا للمرحله والفتره المقبله، واللي طبعا هتشهد العوده مره اخرى للمباريات في بطوله الدوري. يعني بنشوف طبعا لاعبي النادي الاهلي يعني مفيش راحه، بدون راحه لاعبي النادي الاهلي متواصلين في يعني المباريات، سواء يعني في طبعا بطوله السوبر الافريقي او مباريات في بطوله دوري ابطال افريقيا، ودلوقتي طبعا في بطوله الدوري. واول مباراه ان شاء الله النادي الاهلي هتكون امام نادي بيراميدز يوم الخميس المقبل الساعه 9 على ملعب استاد الاهلي والسلام. ده بالنسبه لفريق كره القدم. خليني اروح لفرق الرياضيه الاخرى، وطبعا العاب الصالات. وان خليني طبعا اقول لك يا كريم واقول لك طبعا يا نهاوند انه ما زالت يعني جميع الفرق في راحه من التدريبات، طبعا الراحه اللي بتكون بعد نهايه الموسم او بدايه الموسم الجديد، ولكن بدات التدريبات ترجع تدريجيا. طبعا ده بالنسبه لفريق الاول لكره اليد رجال وسيدات. النهارده ان شاء الله رجال اليد عندهم تمرين من الساعه 2 للساعه 5 على صاله امير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي الاهلي، وبعد تدريب الرجال مباشره هيكون في تدريب السيدات الساعه 5 على نفس الصاله طبعا داخل مقر النادي الاهلي. والفرقتين يعني اول فرقتين يعني رجال او سيدات ان شاء الله يعني بيستعدوا بشكل قوي الفتره دي. يعني دي طبعا بتكون يعني استعدادات وفتره اعداد للموسم الجديد واللي ان شاء الله هيبتدي في شهر 9 المقبل. كمان خليني اقول لك طبعا يا كريم واقول لك انا هواند واقول طبعا لكل جماهير النادي الاهلي انه النجم العالمي نجم النادي الاهلي في العاب القوه وبالاخص في رمي الرمح طبعا كابتن ايهاب عبد الرحمن، يمكن امبارح قدر ان هو يحقق الرقم المطلوب عشان يتاهل بشكل رسمي لاولمبياد طوكيو. يمكن ايهاب عبد الرحمن حقق 83.88 متر في رمي الرمح. ويمكن انا يعني خليني اقول لك طبعا يا هواند واقول لك يا كريم ان انا كنت متواجده يعني في الحدث امبارح، وشفت يعني انه الاتحاد المصري للالعاب القوه منح العديد من الفرص لكل اللعيبه، مش بس لاعبي النادي الاهلي، كل اللعيبه في العاب القوه انه يكون عندهم 6 محاولات اخرى عشان يقدروا من خلالها يتاهلوا لاولمبياد طوكيو. وقدر نجمنا طبعا يعني بدون استسلام بعد محاولات كتيره في العديد من البطولات ان هو من اول محاوله يقدر يحقق الرقم ويتاهل بشكل رسمي لاولمبياد طوكيو. كمان محمد مجدي حمزه في رمي الجله قدر ان هو يحقق الرقم ويتاهل بشكل رسمي لاولمبياد طوكيو، ولكن مش امبارح يعني قدر يحقق الرقم ده تقريبا يوم 31 شهر 12 في 2020. وامبارح يعني الست محاولات او ست فرص دول يعني كانت بالنسبه له زي اخر تجربه واخر بروفا قبل السفر لطوكيو طبعا عشان يخوض المباريات في اولمبياد طوكيو. كمان ثنائي النادي الاهلي في كره السله ثريا محمد ونادين سلعاوي، يمكن كليوباترا طبعا كره السله، ثريا محمد قدرت امبارح ان هي تتوج وتفوز بجائزه افضل مسدده ثلاثيات في الدوري المصري طبعا لكره السله لموسم 2021. وكمان نادين سلعاوي فازت بجائزه افضل او جائزه هدافه الدوري المصري طبعا ايضا لكره السله في موسم 2021. استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضيه، طبعا خليني يا كريم وهواند اتكلم في نقطه مهمه جدا وهي طبعا اخر استعدادات لمنتخب مصر لكره اليد. يمكن المدير الفني لمنتخب مصر قرر انه يعني المنتخب واللعيبه ان هم يعني يسافروا لاسبانيا عشان يخوضوا بعض المباريات الوديه
ودي هتكون اخر استعدادات للمنتخب قبل اولمبياد طوكيو. وبالفعل البعثه كلها سافرت لاسبانيا، واول مباراه كانت امبارح لمنتخب مصر امام كرواتيا، واللي انتهت بفوز مصر طبعا بنتيجه 31-29 في اولى طبعا المباريات التحضيريه والوديه للمنتخب. يمكن كمان لاعبي نادي الاهلي يعني من كره اليد زي محسن رمضان، احمد عادل، وطبعا نجم نادي الاهلي ابراهيم المصري، ومحمد عصام الطيار طبعا حارس مرمى النادي الاهلي. يمكن الاربعه امبارح شاركوا في المباراه، ومحسن رمضان واحمد عادل سجلوا يعني كل واحد 3 اهداف في المباراه، وابراهيم المصري سجل هدف واحد. اما بالنسبه يعني ل طبعا المونديالي وحارس مرمى النادي الاهلي محمد عصام الطيار تصدى ل6 اهداف خلال المباراه. النهارده ان شاء الله كمان هيكون في مباراه وديه، تاني مباراه وديه لمنتخب مصر، وهتكون امام اسبانيا الساعة 8 مساء، وطبعا هتكون في دولة اسبانيا. يعني طبعا دي كريم ويا نهواند كانت كل الامور واخبار الفرق الرياضية داخل النادي الاهلي، وكمان لاعبتنا طبعا اللي ان شاء الله هتمثل النادي الاهلي في اولمبياد طوكيو، وكمان مشاركة مع منتخب مصر، واللي طبعا ايضا يعني منتخب مصر لكرة اليد اللي هيشارك في اولمبياد طوكيو. اكيد انا معاك يا كريم لو في اي سؤال او في اي استفسار، والان العودة مرة اخرى للاستوديو. كالعادة مفيش ما يستدعي أي أسئلة إضافية، لأن برضو كالعادة يعني معلومات كافية ووافية، بنشكرك عليها جزيل الشكر زميلتنا العزيزة سلا حامد.